السلام عليكم يا شباب، النهاردة هناخد مع بعض إجابة الجزء الثاني من الامتحان، أسئلة الاختياري. هنشوف إيه هي الإجابات النموذجية. كان عندنا حوالي 38 سؤال على ما أتذكر. هنشوف الإجابات بتاعتهم واحدة واحدة. من عمليات التشكيل كان في عندنا عملية الدرفلة وعملية الخراطة وعملية التقب وعملية التفريز. طبعا الناس المذاكرة هتعرف ان عملية الخراطة وعملية التقب وعملية التفريز دي عمليات تشغيل، فالإجابة الوحيدة الصحيحة هنا هي عملية الدرفلة. الرمز ألف اللي موجود في الرسمة بالنسبة لك ده كان بيشير نصاب المبرد، والكلام ده خدت مع دكتور إبراهيم علوة في المحاضرات، وقلنا خلاص ان الشكل ده كان مهم بالبيانات اللي عليه، فجبنا بيان واحد وهو رقم ألف. من عمليات التشغيل اللي موجودة عندي، طبعا هقراهم كلهم، مفيش عندي عملية تصلح لعملية أصنفها تحت عملية التشغيل غير عمليات النشر. الشكل التالي أسفل يوضح، طبعا دي للناس المذاكرة، ده بسميه أجنة، مينفعش أسميه مبرد ومينفعش أسميه بنطة ولا هو ألم خراطة، فدي أجنة. لتوصيف المبرد تستخدم السمات الآتية فيما عدا، حطيت لك فيما عدا يعني كل اللي آتي أنا بس بقدر أخده عشان أوصف بيه المبرد، سواء شكل المقطع، طول المبرد، نوع الأسنان، فيما عدا ده اللي هو انبعاج المبرد، ودي الإجابة الصحيحة. تسمى عملية تشكيل المعادن بالضغط بين اسطوانات دوارة بعملية الدلفنة أو الدرفلة. طبعا هنا اللي مديني في الاختيار فرقم ب، دي كانت الإجابة الصحيحة. تسمى عملية تغيير شكل المعدن المسخن بطرقات من المطرقة أو بضغط المكبس. طبعا دي تعريف عملية الحدادة، ما هوش تعريف عملية الدرفلة ولا عملية البصق ولا عملية السك، فعملية الحدادة هي الإجابة الصحيحة. رقم 8، عملية يضغط فيها المعدن المخزون داخل وعاء خاص ويجبر على الخروج من فتحة ذات شكل معين، ودي بعد على طول دماغي هتروح لعملية البصق اللي هي لما بنيجي نشرحها لك بنقول إنها شبه تدفق المعدن من فتحة بيشبه استخدامك لعلبة معجون الأسنان، في عملية البصق هي الصحيحة. تسمى عملية ضغط المادة بين السطحين مشاكين، منع المادة من الانسياب خارج حدود هذين السطحين. طبعا دي عملية الصق، هي شبيهة بعملية الحداد وعملية الصق، مشتقين من بعض، بس هو بيقول لك ضغط المادة بسطحين مشكلين اللي فوق واللي تحت فيهم تشكيل، وكمان ما بيخرجوش من الجوانب، فده التعريف ده هو تعريف عملية الصق مش عملية الحدادة. الشكل اللي كان قدامك ده كان موجود في المحاضرة بتاعت عملية القشط والتقب، ودي ماكينة التقب. تعال نشوف بيقول لك ايه. الشكل المقابل على اليسار يوضح اجزاء طبعا المتقاب، دي الاجابة الصحيحة. رقم 1 ده بيمثل صندوق السرعات. 12 بيقول لك رقم 2، رقم 2 ده بيمثل عندك المحرك الكهربائي. رقم 3 ده بيمثل يد التغذية. رقم 4 بالنسبة لك ده الظرف اللي بيمسك ظرف المتقاب، اللي بيمسك البنطة. رقم 5 دي منضدة المتقاب، وكده احنا جاوبنا السؤال ده. اختر الإجابة الصحيحة. احنا جبنا ده قبل كده ليكو كمثال على الأسئلة اللي ممكن تيجي MCQ، وخلاص جاي في امتحان السنة اللي فاتت وكرر في امتحان السنة دي اللي انتوا خدتوه امبارح يوم 6/7. الشكل المقابل على اليسار يوضح عملية، طبعا ده تفريز، بس تفريز رأسي ولا أفقي، يبقى هتحدد من المحور بتاعي، المحور ده رأسي يبقى تفريز رأسي. الرمز A ده يمثل أداة القطع، والرمز D ده بيمثل التغذية، يمثل التغذية. اختر المعادلة الصحيحة لحساب ما يلي. سرعة القطع، سرعة القطع تساوي يا شباب القطر الشغلانة في طه في عدد اللفات على ألف، دي سرعة القطع اللي هي سي اللي هي في تساوي باي في الدي في الان. الباي اللي هي 3.14%، الدي القطر بتاع الشغلانة اللي انت بادئ بيه، في الان عدد اللفات، في الدقيقة على ألف، رقم ب هي الصحيحة.
رقم 20، عمق القطع. طبعا عمق القطع ده سهل جدا، هو قطر الشغلانة قبل تشغيلها ناقص قطر الشغلانة بعد تشغيلها على 2، فدي الإجابة الصحيحة رقم ب. زمن القطع القانون بتاعها يساوي طول الشغلة في عدد مرات القطع على اف، في ان الاف دي اللي هي التغذية، عدد في عدد لفات الشغلة، فرقم ب هي الإجابة الصحيحة. حساب مساحة مقطع الرايش، حساب مساحة مقطع الرايش على طول هروح لان هو يساوي التغذية في عمق القطع اللي انت هتاخده. الشكل اللي قدامك ده برضو اتشرح لك في المحاضرة مع أستاذنا الدكتور إبراهيم. ده جايب أقلام بيستخدمها أثناء عملية الخراطة، وهو عاوز يعرف بس منك أنت تعرف اسم العملية دي مع القلم ولا لا. يعني القلم رقم 1 ده بيعمل خلاص أو بسميه قلم طبعا قطع مجاري، والقلم رقم 2 ده بسميه قلم قوس خارجي رقم د، والقلم رقم 3 ده قلم قوس داخلي، وعندك ده قلم قلاوظ. ولاحظ طبعا مسميات الأقلام ومسميات العملية اللي انت بتستخدمها. وهنا يا شباب ده قلم طبعا خراطة داخلية، ده رقم 5، قلم خراطة داخلية رقم ألف. يبقى كده القلم رقم 1 قطع، قلم قطع مجاري، 2 قلم قوس خارجي، رقم 3 قلم قوس داخلي، رقم 4 قلاوظ، رقم 5 قلم خراطة داخلية. طيب الشكل اللي قدامك ده طبعا كل الأشكال دي مايكرومتر، بس كل واحد ليه استخدام. فأنا بقول لك إن رقم 1 ده مايكرومتر عشان يقيس ده الأقطار الخارجية وفقط، ما بيقيسش حاجة غير الأبعاد الخارجية والأقطار الخارجية. رقم 2 ده بستخدمه في قياس الأقطار الداخلية. رقم 3 مايكرومتر لقياس الارتفاعات، لقياس، سوري، خلاص الأعماق، خلاص لقياس الأعماق. يبقى ده لقياس الأعماق، يبقى رقم 3 الإجابة الصحيحة بتاعته مايكرومتر لقياس الأعماق. طيب هنا من عمليات اللحام بالضغط. اللحام بستخدم فيه اللحام بالضغط اللي هو لحام، يا شباب، لحام الطرق. طبعا مش هستخدم لحام الغاز ده لحام صهر، لحام القوس الكهربائي ده صهر، لحام السرماي ده لحام صهر. فيبقى اللحام اللي انا بستخدمه هنا لحام بالضغط يسمى لحام الطرق. طيب بعد كده من عمليات اللحام بالصهر بدون ضغط صهر بيو، ما تنفعش عملية الاحتكاك ولا لحام المقاومة ولا لحام الترك، الثلاثة دول أنا لازم أستخدم فيهم ضغط، فما ينفعش عندي إلا لحام القوس الكهربائي. من عمليات اللحام بالضغط مع استعمال طاقة حرارية، يبقى أنت كده هتستخدم ضغط مع طاقة حرارية، ما ينفعش عندي هنا إلا لحام الاحتكاك، لأن السيرمايت والغاز والقوس الكهربائي ده لحام بالصهر. الرمل يحضر بطريقة خاصة للحصول على خواص متميزة ويكون ملاصقا للنماذج، وده موجود في المحاضرات مع أستاذنا الدكتور توفيق الميداني، وده يعتبر رمل الأكوام، هتلاقيه عندك موجود في المحاضرات نفس التعريف. يتم الحصول على الأسلاك باستخدام العملية التالية، طبعا دي عملية السحب اللي أنا بستخدم عشان أجيب الأسلاك. لصناعة أواني الطهي والأدوات المنزلية تستخدم العمليات التالية، ما فيش عندي عملية بستخدمها غير يعني عملية السحب العميق. السحب العميق دي أواني الطهي والأدوات المنزلية. عندك هنا 37 و38، ده على مسألة، المسألة بتقول يراد خراطة شغلة باستخدام ماكينة الخراطة، فإذا علم أن طول الشغلانة الكلي 500 ملي، قطرها قبل التشغيل 80 ملي وبعد التشغيل 60 ملي، وعمق القطع المشوار 1.2 ملي، والتغذية 4/10 لفة، وسرعة معدن الشغلانة 100 لفة. في الحقيقة إن المسألة دي كاملة وممكن اجيب عليها اسئله كتير لان البيانات بتاعتها كامله، بس احنا جبنا حاجتين بس نشوف حضرتك عارف ولا لا. عمق القطع يبقى لازم اجيب القطر اللي انا بادئ بيه والقطر اللي انا وصلت ليه، واقسم اطرحهم من بعض، وبعدين اقسم الناتج على 2. 80 ناقص 60 يديني 20، على 2 يديني 10 مللي، وبالتالي جيم هي الاجابه الصحيحه. مساحه مقطع الريش على طول هشوف لازم ادور على التغذيه فين مع عمق القطع. عمق القطع 2 مللي، التغذيه
دي 4 من 10 وضربتهم في بعض هيديني 8 من 10 مليمتر تربيع، فدي الإجابة الصحيحة. وبكده خلاص أنا خلصت الأسئلة اللي جت في الامتحان، دول عليهم 38 درجة، الخطأ هنا بدرجة لأن هما 38 سؤال. بالتوفيق يا شباب.